السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأدي نتيجة سندوتش أبو براء. طبعا أنا وصلت للقوام ده عشان بحب القوام ده وأزيد منه كمان، بس العيش قرب يتحرق ولكن أنا بحبه كده بصراحة. طبعا ده سندوتش المربى، أنا بحبه كده برضه، هسيبه يعني يهدى من النار شوية. لو أنت عايزه يطرى بقى دلوقتي بالوضع ده وأنت عملت الحاجة وطلعت محرمشة منك، انت ما بتحبش كده حطها في كيس نايلون على طول. ايوه، الشبوره بقى بتاعت الميه والندى بتاع البخار الميه اللي هيطلع منه هينديها فالعيش يطرى والكلام ده، لكن انا بحبها ناشفه. هو ده الفرق بقى، انا بحب الميكس ده ناشف. تمام، شوف التفاصيل بقى، يعني انا مش عايز اقول لك طبعا طريقه العمل، ترجع للفيديو السابق. يعني ما شاء الله ما شاء الله، بصراحه ده في حته تانية بصراحه. يعني طبعا ده سلامي محترم من اللحيمي، جبنه من سوبر ماركت عندنا، جبنه القريش دي جبنه من ابو صالح، جبنه الرومي دي برضو من ابو صالح، وساعات من رماس، يعني من ده ومن ده. بس بصراحه يعني ميكس حلو، انا بحبه بحبه جدا، يعني ادق التفاصيل انا بوصلها معاك. نقول بالهنا والشفا ولا ايه؟ يعني سندوتش ابو براء الفلفل بقى الاسمر اللي انا بحبه في البهارات، مع شوية الايه بقى القرمشة دي، هي كده اهو. خلينا نتعمق شوية في جبال الجبنة السايحة المايحة النية. تقول ايه النقطة السودية؟ تقول لك والله ما انا عارف، تكون بقى شاظية من الفلفل الاسمر، ممكن تبقى اي حاجة بس هتتاكل بالصلاة على النبي. يعني شايف بقى، يعني خش معايا في التفاصيل، خش معايا في تفاصيل الحاجة أرجوك. جبنا القريش بقى لما ساحت وخدت لسعة نار، وجبنا الرومي تحتها سلامي. ننزل ننزل، عايز الاقي البطل المجهول بتاعنا اللي هيدي طعامه في الآخر، يعني عايز الاقيه، اللي هو المرطة المستخبية اهي تحت خالص، اهي شايفينها. هو ده شايف بقى اللسعة بتاعت الفلفلاية. انت فين والحب فين؟ لا، احنا في حتة تانية. We are in the another place. ايه ده؟ طعم مقطع. ليش مقرمش بقى؟ هالميكس الجبن. انت فين والحب فين؟ سلام. طبعا المليانة دهون بقى، وربنا يسترها علينا بقى. انا سبت الجيم بس ارجع له تاني ان شاء الله، ونزل بقى فيديوهات عن الجيم وعش قوي. فكرة اقول لك، انت ما كنت تعمل الحوار ده كله مع على توست، وتسيب المرطة طبعا، وحط جبنة قريش، وتسيب السلامي، ممكن حتى جبنة رومي صغيرة وقطعة سلامي صغيرة حسب سعراتك الحرارية. على فكرة كل حاجة، والله يعني انا كنت مستمتع جدا وانا بعمل دايت والله. ولكن تعمق معي يا اخي الكريم، تعمق معي يا اخي الكريم. الناس بتقول لك النقط السوداء والحاجات دي ممكن شظايا من الفلفل الاسمر. تعمق معي يا اخي الكريم. جزيرة السلامي، تعمق معي اخي الكريم. الله السلام. ايوه هو ده اللي بقوله. ايوه جبت المرطه. العيش المقرمش. يا انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه؟ لا مؤاخذه، دايما معاك. يا تعالى خش عليا، خش. الله عليك الله عليك. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انتوا جوعتوني يا جدعان، ان شاء الله بالهنا والشفا. اعملوا واكتب لي في الكومنتات طعمه ايه، عشان انا اقول لك مين رايح فين وليه. شاركنا برضو، قول رايك يا عم. ما عجبكش الفيديو قول ما عجبنيش الفيديو، عجبك الفيديو قول عجبني الفيديو. هندسه يعني، خليك برضو ايه يعني، اديني. سلام يا 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 سلام. الله اكبر. بصراحه يعني انا بحب اطبخ بصراحه، بس المزاج بقى لما ابقى فاضي. ايوه سلام على الجبنه وهي باظه من الفلفل الرومي. برضو الخضروات بتدي عمق استراتيجي مع الجبنه. بص بقى الجبنه الرومي هي سايحه، بص عليها حته السلام. يا ادي 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 ولا ترحم. اضرب والريح تصيح. شكرا يا حامي الدار، والما بيصد الريح دوقهم طعم النار.
تحيه لكل اهلنا في غزه بصراحه، وربنا يسترها معاكم يا رب ويعدي الايام دي على خير، ربنا ينصرنا جميعا. شفت بقى المرته بتعمل ايه بقى؟ يعني اتوه قول يا بقى المرته، بلدي بلدي، الله تتاكل لوحدها والله، والله لوحدها. دي من رماس على فكره المرته دي، وقويه على فكره وحلوه، بس انا بقول لك بقى البلدي يوكل بقى الحاجه اللي في البيت والله بتبقى احلى. يه 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 يه، تعال 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 تعال، روح تاني، روح روح. طبعا المربى دي طبعا عشان هي في حته تانية وهي سندوتش لوحده، فاحنا ايه، هي مقفوله على نفسها يعني، هي يعني عشان هي مقفوله ورا في اللي هي مقفوله على نفسها. تفين ويفين، لا 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 لا، تعال 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 تعال. كانت تلك الفيديو في عشق ذلك السندوتش. تابعيني دايما لكل جديد، وسبورتك ودعمك لينا بيفيدنا كتير بصراحه. قولي في الكومنتات عايز مني ايه، وربنا معانا ان شاء الله. وصباحكم خير يا جماعه، صباح الفل. النهارده شهر 12، داخلين على نص الشهر اهو، ربنا يسترها علينا. يلا يوم الخميس بقى، وان شاء الله بكره الجمعه، وربنا يستر ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناه، ولا تنسى تفعيل زر الجرس.